أعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين في غاد فريدم هول، وإحنا الآن باستضافة حاكم ولاية الوحدة. في البداية حدثنا دورك ومليتو هسا عملتو من الصباح للمساء. شكرا. ده طبعا دي اليوم الختامي للمؤتمر بتاع الناشونال ليبريشن كونسل، بعد ما الناس تداولوا مواضيع ذات علاقة بالحزب. في النهاية وصلنا لبعض القرارات، وأهم قرار فوقه هو تزكية كومريد سلفا كير ميادين، عشان يكون هو المرشح الوحيد للحزب في الانتخابات الجاية وفي الناشونال كونفنشن الجاية برضو. هو الرئيس الوحيد للحزب، وهو اللي هيقود الحزب في الانتخابات الرئاسية الجاية في بلد بتاعنا. وتكلمنا بمواضيع كتير عنده علاقة بالمواطن، وعلى رأسه الحفاظ على الأمن وتقديم الخدمات للمواطن، وأهم شيء الحفاظ على وحدة بتاع المواطنين بتاعنا، وهي وحدة بتاع الشعب بتاع جنوب السودان كله. اوكي سيادتك، احنا زي ما احنا عارفين ان ولاية الوحدة قاعد تعاني من الفيضانات، واغلبية المواطنين هناك هم الان تحت المياه. انتوا عملتوا شنو كحكومة عشان تساعدوا الناس دي؟ احنا طبعا كحكومة اتخذنا كل الاجراءات من توفير مواد إغاثية للأكل والسكن، لكن أهم حاجة في ده كله أنه الحكومة المركزية تقوم بالنظافة بتاعت الأنهر بتاعنا، عشان الموية ترجع البحر، وعشان يخفف من هدر بتاعت الفيضانات، لأنه البحر بتاعنا بقى ضاحلة شديد. فبالتالي القرار اللي أخده الحكومة المركزية هنا أنه يقوم بالنظافة بتاعت البحر كله، ده قرار نحن عايزينه، وده بهالمشكلة في المدى البعيد. لكن في المدى القريب نحن عملنا السدود عشان نحمي المدن بتاعنا ونحمي المواطنين اللي كانوا نزحوا من مناطقهم. وضع صعب، لكن احنا قاعدين مع المواطنين بتاعنا. وماذا عن المناطق الموجودة فيها أبار البترول؟ عملتوا فيه شو؟ المناطق اللي فوق أبار بتاعت البترول ده بقت شغل شاغل، ولأنه نحن بنتخوف من تلوث بتاعت البيئة حقنا، وزي ما أنه الموية بتاعت الفيضان والويس بتاعت البترول اختلطت ببعض، وده خطر كبير ومحدد للبيئة بتاعنا ومحدد للإنسان يعني في الولاية. ونبهنا وزارة البترول والشركات العاملة أنه هم لازم يتبعوا كل الطرق بتاعت التخلص من البتروليوم ويست، وده اتكلمنا فوقه كتير. وحس في ناس من الوزارة والشركة بيراجعوا الوضع بتاعت البيئة، هل في تلوث وقدر شنو، هم حس شغالين، وفي ناس هيجيبوا لنا تقرير بتاعتهم، لأنه معظم الآبار برضو الفيضان شعلتهم يعني، وحتى الإنتاج ما قدر كده. متى سيتم تخريج القوات الموحدة في ولاية بانتي؟ تخريج تقريبا الأسبوع الجاي، أنا متأكد من بكرة هيتم تحديد بتاعت اليوم بتاع تخريج، لأنه الفترة اللي كان طالت من جوفرنس فورم وتاني جينا للبريشن كونسل ده العمل بعض التأخير، لكن بعد ما خلصنا هسي أنا متأكد هيتم تحديد تاريخ من بكرة لقدام، ويتم تخريج القوات إن شاء الله. رسالتك الأخيرة للشعب جنوب السودان ولشعب ولاية بانتي وبصفة خاصة؟ رسالتي للشعب بتاع جنوب السودان كله أنه الشعب بتاع جنوب السودان شعب واحد. إحنا بنمر بمراحل صعبة، لكن القيادة بتاعنا الرشيدة أكيد حتبحر بينا في ليبر الأمان إن شاء الله. وأهم شيء أنه نتمسك بوحدة بتاعنا، التنوع بتاعنا يكون قوة، يكون مصدر قوة ما يكون مصدر ضعف،
ونحتفل بأنه نحن ناس متنوعين، وده جزء أصيل من تكوين بتاعنا. الشعب بتاعي في ولاية الوحدة أنا بقول لهم أنه وضع بتاعكم صعب، لكن كلنا معكم، وإن شاء الله الحكومة هتقوم بخطوات تانية عشان يخفف من المعاناة اللي انتوا عايشين فوقه، وكل شيء بتجي وبتمر، لكن هامش أنه الناس ما تفقد أمل، يكون في أمل لبكرة أفضل. شكرا جزيلا. شكرا لك.